أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل النشرة المحلية. في إطار دعم وتنمية المناطق النائية بولاية جيجل، استفادت قرى عديدة ببلدية العنصر من عملية ربط قرابة 900 مسكن بشبكة الغاز الطبيعية. التفاصيل مع عبد الرحيم شمعوني. بهدف تحسين الإطار المعيشي لسكان القرى والمشات البعيدة بأعالي بلدية العنصر، استفادت أزيد من 890 عائلة من الربط بشبكة الغاز الطبيعي، وهذا بعد معاناتهم مع قارورات الغاز. كنا تنخرجوا نسوفريو في الطريق، ننزلوا من الكاميون، ساعة كاين ساعة ما كانش، في الشتاء نخرجوا الميزيرية وتعرف ما سهلاش، درك نجوزو الشتا دافية والحمد لله. بعد معاناة طويلة من أزمة غاز البيطان، الحمد لله وأصبحنا في نعمة تاع الغاز الطبيعي، ومشكورين جميعا. مسافة طويلة نمشي بالقرعة تاع الغاز، وكنا عندنا مشقة تانية نستناو من داك التموين كاين، من داك مع الظروف المناخية شوية صعبة، ساعة تلج، ساعة الطرقات تنقطع، ساعة كل ساعة كيفاه. الحمد لله جا الغاز هذا في وقت إن شاء الله على ربي، الناس ضيضعة في أيام ويعقبوا إن شاء الله شتا مليحة إن شاء الله دافية. فيما يخص التوصيل الغاز الطبيعي على مستوى بلدية العنصر، اليوم رانا عندنا 4 عمليات التي يتم من خلالها ربط 890 سكن بالغاز الطبيعي بمبلغ إجمالي يفوق 9.700 سنتيم، بشبكة منجزة تفوق 45 كيلومتر. هذا ما يسمح بأن نسبة التغطية للغاز الطبيعي على مستوى الولاية يبلغ 80%. مشاريع تنموية هامة ستحفز النشاط الاقتصادي بالولاية وتجعل سكانها أكثر استقرارا وتمسكا بالمناطق الفلاحية. تعرف دائرة جعافرة وبلدياتها شمال ولاية برج بوعريريج تقدم الأشغال بالعديد من الورشات وفي شتى القطاعات، على رأسها المياه، الكهرباء الريفية والغاز الطبيعي، وهي من أهم انشغالات المواطنين بالدائرة. التفاصيل مع السعيد بلونيس. لا زالت مختلف برامج قطاعات متعددة ببلدية دائرة جعافرة محل متابعة بالنظر لاستراتيجيتها وارتباطها بالحياة اليومية للمواطن وأوكد احتياجاته وانشغالاته، وعلى رأسها عنصر الحياة الماء والشرب، بوصول العديد من المنشآت مراحل متقدمة من حيث الإنجاز. مشاريع حوالي 7 أنقاب أو 8 إن شاء الله، من 4 الزايدين هذو إن شاء الله تتحسن الوضعية تاع المواطن في الصيف المقبل إن شاء الله. التحسن ملحوظ والمواطن متفائل بالشيء هذا وراح يحس به. نكتمل منظومة مائية جديدة انطلاقا من مجمع مائي أكثر من 10 آبار جوفية، كذلك أعاد الاعتبار لها بعنوان 2023، ونحن في المحطة النهائية لوضعها في الخدمة لتزود أكثر من 9 بلديات في المنطقة الشمالية. تقويا جعفرة أيضا استفادت من برنامج متكامل ومعتبر رغم وعورة التضاريس وتباعد المشات، أبرزه استفادة ساكنة بلدية تفرق بالغاز الطبيعي وتزويد مستثمراته بالطاقة الكهربائية. عندنا الدجاج، عندنا النحل، وعندنا اسم الثاني البقر، كنا نربيو البقر ثاني، تما درك تما نزيدو نطوروا شوية في الحوايج هذو تاع كي جانا الضو. الضو حاجة كبيرة، كلها فوتنا واحد عامين ولا 4 سنين ولا 5 سنين وحنا نستناو بها بركة معناها. واليوم يا خير كربي رانا فرحانين عجبنا الحرسة في فلزر. آفاق 2024 هي آفاق واعدة بعدما استكملنا كل البرامج التي تم تسخيرها لفائدة الغاز الطبيعي، واستهلكنا كل الجيوب المالية المتوفرة، ونتطلع إلى تخصيصات مالية جديدة بعنوان 2024. وبالنظر لطابعها الجبلي ورونقها السياحي الغابي، مشروع ضخم لشق المسالك حفاظا على الثروة الغابية واكتشاف سحر جمالها.
تعكف السلطات المحلية لولاية شلف على تجسيد البرامج التنموية عبر بلديات الولاية كالربط بشبكة الغاز الطبيعي التي تعرف ديناميكية توصيل واسعة استحسنها المواطن، إلى جانب مشاريع حيوية أعيد بعثها وأخرى تنتظر تجسيد في استجابة لحاجة المواطن الملحة والضرورية. كريمة الشمط رصدت لنا جانبا من مسار عجلة التنمية عبر بلديتي كل من شلف والسنجاس. المناطق النائية لولاية شلف إلى عاصمتها يتواصل مد طول التوصيلات بشبكة الغاز الطبيعي ليتجدد الموعد هذه المرة مع ساكنة أحيائها التي يعيش بعضها افتقارا لها. حي الشرفة القديمة يودع القائمة. عندنا الماء ولحقنا الغاز ولحقنا ترسيت الحمد لله يا ربي. خدام صباح لليل تعيط لك تقول لك أرواح قالت لك الغاز فرغت. الحمد لله يا ربي. جا في وقته. نديروا الشوفاج ونديروا. أرانا غير بالدرجة معاه. الغاز والماء هذا صباح يعني هم الأساس. هم الأساس. الحمد لله. الحمد لله. الله لا غاية الحمد ربي ونشكره يعني بيان سور هذا الرئيس ما كاش مثل هذا يمثل الهواري ومدين الله يرحمه والله والله غير أنا فرحانين به غاية غاية. ما يخص ربط المساكين المعزولة ولا في المدينة بمادة الغاز الطبيعي 90% فيما يخص بلدية شلف. قاولنا بعض المناطق ولا بعض التجمعات المبعثرة في بلدية شلف العملية راهي متواصلة والإنجاز إن شاء الله تكون في الخدمة. احنا ماذا بينا تكون فصل الشتاء هذا اللي يتميز بالبرودة. ومن توفير متطلبات الحياة الكريمة إلى إعادة بعثها عبر مركز حقن الدم حي عروج بحلته الجديدة بعد إعادة التهيئة. الواحد اللي يجي يدير بها الخير ما شي يدير بها حاجة خير للمريض وحاجة بينا حاجة زيادة للولاية. كان مقدم القديم قديم بزاف ما كانتش الظروف تسمح باش بصح الحمد لله كومام كنا نخدموا من ذوك الحمد لله يا ربي من التهيئة والتجهيز. ولأن الجسم الصحي تكفله بيئة سليمة وبحكم تواجد الأودية عبر إقليم الولاية برنامج خاص سطرته السلطات المحلية لتفادي خطر الفيضانات في استجابة مستعجلة للقاطنين بمحاذاتها وعبر قراها العينة من بلدية السنجاس. كيطيح الشتارة القنطرة تبلع حنايا ورا يدير هنايا راه يدير مشاكل هنا السكان هنايا في انتظار ما تجي العمليه. دابا راك شوف الرئيس منظرك 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 اللي كان كيما هكذا كيف كيف نحن نعاونوك دوك نشوفوا مع كاش المقاولات ولا حاجه وجيبوها من ما فيها والو ها باش تسرح. السدوال هذه ماشي مشكل السدوال المشكل هنا. محيط امن يكفل تلبيه حاجه المواطنين على اختلاف فئاتهم ولشباب المنطقه في ذلك نصيب. ما كانش عندنا وين نلعبوا حتى بنا وين نستاند رانا نلعبوا آلاس. هذا الملعب الصراحه مليح للشباب الحي كيمارس هوايته المفضله هي ممارسه كره القدم ويبتعد عن الافات الاجتماعيه. وما هي الا صور تعكس الحرص والجهد المبذول ضمن مسيره البناء والتشييد خدمه للمواطن. ولتفاصيل أوفى حول الموضوع أجرت الزميلة كريمة الشمط حوارا مع رئيس دائرة شلف. نعم زملائي وهو كذلك إذا عجلة التنمية بولاية شلف تواصل مسارها عبر جل إقليمها لتلبية حاجيات مواطنيها. عاصمة الولاية واحدة من البلديات التي استفادت من عدة مشاريع تنموية حكم مساحتها الشاسعة وحدودها ذات التضاريس الوعرة عطل تزويد بالغاز الطبيعي. للتفاصيل عن واقع إيصال بلدية شلف بشبكة الغاز الطبيعي المجسدة وغيرها يحضر معي رئيس الدائرة. تم اليوم وضع حيز الخدمة لتزويد 67 عائلة بالغاز الطبيعي بحي شرفة القديمة. هذا المشروع الممول من ميزانية الولاية اللي في الحقيقة ضم 26 عملية
تشارف إنجازها على الانتهاء ويمس أزيد من 1000 عائلة. ربما سيدي كمسؤولين محليين عن الولاية بمعية السلطات الولائية طبعا للولاية، الدائرة تحوي على عدة بلديات من بينها بلدية أسنجاز معروفة بوديانها، ونحن على في موسم الأمطار سيدي، يعني تفاديا لفيضانات أو انزلاق تربة أو غلق لطرقات يعني رابطة بين قرى ومناطق وأحياء البلدية، هل هناك استراتيجية تسيرون وفقها يعني تفاديا لمثل هكذا أمور؟ شكرا. إذن زيادة على العمليات الدورية التي تقام تحضيرا لموسم الأمطار، هذه العمليات الدورية التي تمس على الخصوص واد تيغاوت الذي يعبر عدة بقاع ببلدية سنجاس ويمر كذلك بوسط مدينة شلف. أقول زيادة على هذه العمليات التطوعية تم تسجيل هذه السنة 3 عمليات لتنقية هذا الواد، وانطلاقها سيكون في الأيام القليلة القادمة. كذلك هناك دراسة لحماية بعض المناطق أو القرى من فيضان الوديان، وسيتم تجسيدها على مراحل بطبيعة الحال فور توفر الأغطية المالية. بالتوفيق سيدي. إذن للإشارة فقط، فإن عاصمة الولاية لم تقتصر أو لم يقتصر المجهود على المشاريع التنموية الخاصة بحاجيات المواطن الأساسية، بل تعدت إلى إعادة تهيئة وجه المدينة، وكل ذلك ينصب في تقديم صورة تليق بساكنة الولاية ومرتاديها. هذا كل ما كان لدي، إليكم زملائي. نظمت الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي بقسنطينة يوما تحسيسيا حول ظاهرة الغش والتحايل في الحصول على أداءات الضمان الاجتماعي تحت شعار الحفاظ على ديمومة المنظومة الاجتماعية للضمان الاجتماعي مسؤوليتنا جميعا، وذلك من أجل التصدي لهذه الظاهرة وتحسيس المواطن بمخاطر الغش في استعمال الأداءات. سلمى خواني. تعتبر بطاقة الشفاء أداة قيمة وهامة يتحصل من خلالها المواطن على العلاج، لذا سعت الدولة في استحداثها من خلال النسخة الثانية كواحدة من أهم مخرجات عملية التحول الرقمي لمنظومة الضمان الاجتماعي. من خلال عصرنا ومواكبة العصر والتكنولوجيا الحاصلة في العالم أجمع، تم استحداث النسخة الثانية لبطاقة الشفاء لصالح مؤمنيه الاجتماعية، وهذه البطاقة خصيصا سوف تحمل العديد من المزايا التي تخدم الرقمنة. شفاء 1 وشفاء 2 هذا التطور يعني به يكون المراقبة، خاصة المراقبة خاصة الأدوية المزمنة كداء السكر أو المؤثرات العقلية. وفي سبيل الحصول على امتيازات الضمان الاجتماعي غالبا ما يتعرض الصندوق الوطني للضمان لعديد من التحايلات تتعلق معظمها بالتأمين على المرض، لذا جاء هذا اليوم التحسيسي بغية التصدي لظاهرة الغش والتحايل في أداء الضمانات. نحاول من هذا اليوم التحسيسي للتصدي لهذه الظاهرة بطريقة أفضل، وتعريف للبارتنر تاع لاكناسك بالطرق الممنوحه لنا والطرق التي نستعملها في الكشف على مثل هذه المخالفات وهذه الظواهر عن طريق المراقبه القبليه والمراقبه البعديه. التصدي لظاهره الغش والتحايل في مجال الاداءات، وذلك من خلال دعوه جميع الشركاء المتعاقدين للمساهمه في الحفاظ على منظومه الضمان الاجتماعي، حيث سيتم الاشاره الى طرق المراقبه لهذه الأداءات. هذه الحملة التوعوية من شأنها تحسيس المواطنين بالمسؤولية من أجل الحفاظ على ديمومة المنظومة الاجتماعية للضمان الاجتماعي. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة المحلية، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة والإصغاء، في أمان الله.